السلام عليكم، مرحبا بكم في أول بودكاست عندي لتعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. إذا كندخل للبودكاست، لأن الأغلبية الساحقة كيعرفوا شنو هو البودكاست. إذا لا بأس من أننا نذكره بالمزايا ديال هذا البودكاست. إذا البودكاست هو كيتعتبر واحد الوسيلة اللي هي رائعة لتحسين مهاراتك. إذا هذا البودكاست هو واحد المحتوى اللي هو صوتي. It is based on listening، يعني هذا المحتوى كيعتمد على الاستماع. وفعلا حتى الإنجليزية، اللغة الإنجليزية كتعتمد بالأساس على الاستماع، لأن إلا بغيتي تقبل اللغة الإنجليزية أولا خصك تسمع مزيان باش عاد يمكن لك تحسن المهارات ديالك في هذه اللغة الإنجليزية وتولي كتتقنها. And of course you will speak it fluently، يعني غتبقى تتكلم بها مع المدة، مع مرور الوقت بطلاقة. وهذا البودكاست هو ما كيختصرش على المكان، أو لا، فيما كنتي، كنتي مثلا في السيارة، كنتي في المنزل، كتطلق داك البودكاست وكتسمع. إذا غادي نبداو. أول درس ديالنا هو عبارة عن حوار باللغة الإنجليزية، وحوار بسيط كيفاش تقدم نفسك للأشخاص الآخرين. How to introduce yourself to someone for example، كيفاش تقدم نفسك لشي شخص. إذا قبل ما نبداو للإشارة فقط، أن في اللغة الإنجليزية ما تديوهاش في الأخطاء. مثلا تبقاو تقولوا مثلا غادي نرتكب، غادي ندير هذا الخطأ، لا في اللغة. لا لا، واخا تخطأ ماشي مشكل، don't bother about mistakes، يعني ما تديها في الأخطاء. المهم تحدث باللغة الإنجليزية، ومع مرور الوقت غادي تحسن المستوى ديالك وغادي تحسن المهارات ديالك. So let's get started. لنبدأ. إذا نبدأ الحوار ديالنا. وهذا الحوار هو بين أحمد وخالد. هاد الجوج ما كيتعرفوش بعضياتهم، أول خطرة كيتلاقى. أحمد: Hello. خالد: Hello, I'm Khalid. What is your name? أحمد: I am Ahmed. Khalid: Nice to meet you, Ahmed. Ahmed: Nice to meet you too. Khalid: Goodbye. إذن هذا هو الحوار ديالنا، وغادي نعاود لكم بواحد مرة ثانية باش تسمعوا مزيان. أحمد: Hello. Khalid: Hello, I'm Khalid. What is your name? Ahmed: I am Ahmed. Khalid: Nice to meet you, Ahmed. Ahmed: Nice to meet you too. Khalid: Goodbye. إذن كيف ما سمعتوا الحوار، هو بسيط، غادي تجيو الترجمة ديالو خطوة بخطوة. إذن أولا أحمد عطى التحية. باش عطى التحية؟ بهلو. وهلو كنستعملوها ملي ما كنكونوش كنعرفو داك الشخص، أما ملي كنكونو كنعرفوه صديق ديالنا وقريب منا كنقولو له هاي، ما نقولولوش هلو. إذن هاد هلو هي تحية، بالإنجليزية كتسمى غريتين، تحية. بحال حنا كنقولو السلام عليكم، إذن تحية غريتين. إذن أحمد بدأ التحية ديالو بهلو، خالد جاوبو. إذن هلو كتعنينا مرحبا. خالد جاوبو: Hello, I'm Khalid. What is your name? إذن خالد قال له: مرحبا، اسمي خالد، ما اسمك؟ أحمد جاوبو قال له: I'm Ahmed. Khalid: Nice to meet you, Ahmed.
خالد قال له سعيد للقائك يا أحمد. Nice to meet you. يا سعيد للقائك. أحمد Nice to meet you too. إذا المعنى ديال Nice to meet you too يا سعيد للقائك أيضا. إذا تو هي بمعنى أيضا. يا تو راه ما شفنا فيها شي أو وحدة، لا دبل أو، جوج ديال لي أو. تو هي كتعني لنا أيضا. خالد جود باي. إذا خالد نهى التحية ب جود باي وكتعني لنا إلى اللقاء. إذا غادي نعاود غادي نعاود الحوار باللغة العربية. أحمد مرحبا. خالد مرحبا، اسمي خالد، ما اسمك؟ أحمد أنا أحمد. خالد سعيد للقائك يا أحمد. أحمد سعيد للقائك أيضا. خالد إلى اللقاء. إذن هذا حوار بسيط، كيفاش تقدم نفسك لشي شخص ما كتعرفوش. كتبدأ بهيلو، كتعطي الاسم ديالك، كتعرفو بالاسم ديالك، وكتقول له شنو سميتك انت. كتقول له مثلا نايس تو ميت يو، نايس تو ميت يو يعني سعيد للقائك. هذه عبارة زوينة دائما استعملوها، نايس تو ميت يو، سعيد للقائك. وكتنهي مثلا التحية بجود باي. إذن هذا كان هو الحوار ديالنا الأول. في سلسلة أخرين في البودكاست غادي نبقاو نشوفوا قواعد اللغة الإنجليزية، حوارات أخرى، وغادي نجاوب على حسب لي كومونتير ديالكم شنو بغيتوا. أنا غادي مستعد أي حاجة حطيتوها لي في لي كومونتير، غادي ندير بها وغادي نجتهد ونجيبها لكم. إذا كنتمنى من الله يكون عجبكم هذا الحوار، والسلام عليكم ورحمة الله، and thanks for your watching.